علشان ندخل على الادمودو، كل اللي مطلوب منك ان انت تكتب في الادرس بار www.edmodo.com، ده لو هتدخل من الكمبيوتر. لو هتدخل من على الموبايل، كل المطلوب منك ان انت تنزل ابلكيشن الادمودو بنفس الطريقه اللي نزلت بيها الابلكيشن بتاع الفيسبوك. مش من المفروض ان انت يكون عندك، مش لازم، مش من الضروره ان انت يكون عندك اكاونت على الادمودو عشان تدخل، مش من الضروره ان انت يكون عندك ايميل اصلا علشان تدخل. كل اللي مطلوب في تسجيلك للادمودو هو رقم المجموعه اللي الميس عطته لك في الكلاس او اللي الميس نشرته لك على الفيسبوك. كل اللي هنعمله اللي احنا هنضغط على جوين اجروب اللي موجوده في اعلى الصفحه على اليمين، جوين اجروب. هنا هو مطلوب مني ان انا ادخل الكود اللي الميس عطته لي، هتاخده كوبي وبيست زي ما الميس عطته لك بالظبط، هتعمله هنا هو بيست ونعمل جوين. هيحولنا على صفحة تانية نملى فيها بياناتنا. البيانات يفضل طبعا ان احنا نستخدم بيانات حقيقية مش بيانات مزيفة زي اللي احنا بنستخدمها على الفيسبوك، يعني بلاش النيك نيمز اللي احنا بنستخدمها في الفيسبوك. هنا هو الجروب اللي احنا دخلنا الكود بتاعه اسمه 1G&E. التيشر بتاع الجروب دوت ميس داليا ابو يوسف، وبيسألني ready to join the group، فطبعا هقول له اوكي create a new account. هنا هو انا مدرس ولا طالب؟ انا طالب. هحط اسمي زي ما هو موجود في الاستمارة بتاعت الاسماء بتاعتي بتاعت المدرسة، على اساس ان الميس ممكن تاخد الدرجات دي بعد كده هو كاعمال سنة ممكن تضيفها او ما الى ذلك. يعني ده بالنسبة لإسمي. اليوزر نيم يفضل طبعا ان انا استخدم اسمي رباعي مثلا. الايميل زي ما احنا شايفين الايميل هنا اوبشنال، مش ضروري ان انا احطه، بس هو هنا هو طلع لي مسج معناها ان اليوزر نيم دوت مستخدم قبل كده اهوت، فانا هحاول ان انا اغير فيه بشكل ان هو يبقى valid ويقبله. خلاص دلوقتي الاسم اتقبل، الايميل هنلاقي ان هو مكتوب ان هو اوبشنال، الباسورد يفضل نستخدم باسورد تكون قويه بحيث ان مفيش حد من زمايلي يقدروا يخمنوا الباسورد ويدخلوا على الحساب بتاعي. ساين اب فور فري. يعمل لودينج وهيحولني على الصفحه بتاعتي. قبل ما نتحول على الصفحة بتاعتي بيطلع لي مسج بيسألني فيها هل انا حابب اني مامتي وبابايا يعرفوا ان انا دخلت على الادمودو وبقالي اكاونت على الادمودو، بحيث ان هما يمكن ليهم ان هما يدخلوا ويتابعوا مدى تقدمي ويعرفوا درجاتي، حابب ولا مش حابب. والطريقة ديت هما هيعرفوا ازاي؟ يا اما هيعرفوا لو انا دخلت رقم الموبايل هيبعت لهم مسج، او ادخل الايميل بتاعهم. فانا هدخل رقم الموبايل، طبعا ده رقم وهمي اي حاجة، واقول له نوتيفاي. طبعا الموبايل غلط، ف عايزين رقم موبايل. ان شاء الله الرقم الموبايل اللي فات كان عدد ارقامه كبيره فما اتقبلش. كونتيني. انا دلوقتي دخلت على صفحه ميس الصفحه بتاعتي،
ولقيت فيها ان ميس داليا عامله امتحان، مجرد اللي انا اخد الامتحان اضغط على تيكا كويز وابتدي اللي انا احل الامتحان ستارت كويز، الامتحان بيظهر قدامي في الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي كده. الامتحان مكون من 20 سؤال، عدد الاسئلة الدرجة بتاعته الدرجة من 20، وعدد الاسئلة موجود على الجنب هنا، وممكن ان انا اتنقل من سؤال لسؤال من خلال الاسهم يمين وشمال، ومش بالضرورة ان انا احلهم بالترتيب، بس لو انا سبت سؤال من غير ما احله هيظهر قدامي السؤال علامة بتفيد ان انا السؤال دوت سايبه فاضي، فمجرد ان انا اجاوب على الاسئلة واعمل نكست هو بياخد وقت ان هو يسيب الاجابات بتاعتي، علشان كل الاسئلة دي اسئلة اكمل ما كانش فيها اي حاجة، لكن مجرد اول ما بتبتدي تشوف شكل العدسة ديت يفضل اللي انت مش يفضل ده اجباري عليك ان انت تضغط عليها علشان تعرف الميس حاطة ايه هنا. هو العدسة ديت معناها ان الميس حاطة لك صورة المفروض اللي انت تشوفها قبل ما تجاوب. بنضغط على البريفيو، الصورة طلعت قدامنا ايه، طلعت شكل المفروض دوت الشكل دوت راجع للسؤال دوت الميس كاتبه لك فوق في السؤال count and choose. هنعد كام، انت شايف قدامك كام سمكة، شايف قدامك سمكتين، اقفل الصورة واختار رقم 2 اللي هو الاجابة الصحيحة بتاعت السؤال دوت. وبعد كده نشوف السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه شايفينه ايه، شايفينه برضو ان هو في الايكون بتاع العدسة، يبقى معنى كده ان في صورة نفتحها ونشوفها. نعد الاشكال اللي موجودة ونختار العدد المناسب. طبعا بنفس الشكل هنحل 20 سؤال. لو انا خلصت 20 سؤال مش بالضرورة زي ما قلنا ان احنا نحلهم بالتتالي، ممكن اللي انت تسيبهم وترجع للسؤال اللي انت سايبه فاضي بعد ما تخلص الامتحان تقوم مفكر فيه ومجاوبه. كل العلامات اللي احنا شايفينها على الجنب دي معناها ان الاسئلة دي متسيبة فاضية. انت حليت كام سؤال؟ انت حلل 4 اسئلة من 20. قدامك وقت قد ايه؟ لسه قدامك وقت كتير، الوقت قدامك فوق. هنا هوت عندك فرصة كافية ان انت تراجع، لكن بمجرد ان انت تضغط على سبميت كويز يبقى كده خلاص الامتحان هيتبعت للميس بنتيجته، وبالتالي مش هيبقى عندك فرصة لتعديل اجاباتك، فتراجع كويس قوي قبل ما نعمل سبميت كويز. لما بنخلص ونتأكد ان احنا راجعنا نعمل سبميت كويز، بيديلك مسج تأكد عليك انت محتاج ان انت بجد خلصت الامتحان وعايز تعمل سبميت. لو خلاص فانش هتعمل سبميت، لو عايز تراجع اعمل ريفيو. ريفيو هنا هو اتعمل ايه، ده مسح لك كل اجاباتك وهيدي لك اللي انت تحل من اول وجديد. لو انت حابب اللي انت تحل الامتحان، شايف ان انت اخطائك يعني كنت حل غلط وعايز تحل تاني اوكي، بس هو طبعا اللي انا عملته ده غلط، محدش يعمل كده. هو المفروض ان انت بتراجع على الحاجات اللي انت مش متأكد منها بس. انا هعمل سبميت، هنا هو عندي ميزة ان انا اشوف النتيجة في حالا، مش مفيش بقى تصحيح، هو بيصحح اوتوماتيك. انا جبت كام؟ جبت 3 من 20. طيب ايه الاجابات الخاطئة اللي عندي؟ الاجابات الخاطئة اللي موجود عليها علامات باللون الاحمر دي، مجرد ضغطي على اي سؤال متعلم عليه باللون الاحمر هيقول لي انا جاوبت ايه وكانت الاجابة الصحيحة كانت ايه. هنا هو انا جاوبت 3 بس الاجابة الصحيحة كام؟ 2. السؤال التاني انا سبته فاضي اصلا، question not answered. شايفين؟ اكبر الشاشة، شايف مكتوب question not answered بس الاجابة حطيتها لي تحتيها نفس الطريقة، لكن السؤال اللي انا كنت عاملاه غلط جاب لي اجابته اللي انا كنت عاملاها، كنت عاملة ان هي الاجابة بتاعتها 3 بس الاجابة الصح كانت 2.
بالشكل دوت، يبقى المودو وفر لي ان انا اعرف احل الامتحان اكتر من مرة من غير تكلفة طباعة، ان انا اطبع ورق كتير واديه لابني عشان يجرب فيه. لا، ده موجود قدامه على التابلت اللي هو بيحبه ومعاه على طول وبيلعب عليه. طب ايه المانع ان هو بدل ما يلعب عليه يحل عليه، وفي نفس الوقت هيديله التغذية الراجعة المناسبة بسرعة بمجرد ان هو يخلص الامتحان. اتمنى ان الشرح يكون بسيط ونقدر ان احنا نجرب الموضوع دوت، وان شاء الله على امل ان احنا نعمم التجربة ان شاء الله.